اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الأريجي. حيدر هوكا اليوم اعزائي المشاهدين، هذا الفيديو حيكون مخصص لتعلم كيفية التفخيط او التبخيش للالومنيوم فويل او القصدير بالطريقة الصحيحة. خلينا اعزائي المشاهدين نتابع سوا. اول شغلة بنجيب الالومنيوم فويل، اوكي، اللي هي هيدي، بنحطها على الراس بهيدي الشكل. ونحن هلا صار وقت انه بدنا نفخت هيدا الالومنيوم فويل او هيدا القصدير او السلوفان، في كتير اسماء يعني بحسب الدولة. نحن منقلها هوني الالومنيوم فويل. عنا هون اعزائي اول شيء الدبوس مثل ما شايفين، وهوني عنا الكوردون، وهوني عنا التفخيط بس بشكل يعني اوسع، او حديد بتجي ما بتجي كوردون، يعني تقريبا هيدي بتطلع قد الكوردون تقريبا، اوكي، بس هيدي بتجي حديد. هلا حنعرف نحن شو الشغلات المنيحة والسيئة بكل وحدة منهم او باغلبهم. أعزائي المشاهدين خلينا نحكي شوي عن الدبوس. أسوأ أنواع التفخيط، يعني إذا أنت بدك تحرق الراس وبدك تحرق الأرجيلة وبدك تزهق من الأرجيلة أو بدك تبطل الأرجيلة أو بدك تعمل لك شي مصيبة، أوكي، تستعمل هذا الشيء. هذا ممنوع بتاتا استعماله لو شو ما صار. يعني يمكن إذا بتفخط بالشوكة أحسن ما تفخط بهذا، أوكي؟ الدبوس او هيدا دبوس الحجاب اللي بحطوه بالعاده المحجبين، اوكي، بكون في كتير منه بالبيت، بالبيوت موجود يعني كتير، اوكي. هيدا الدبوس. اول نقطه، شو السبب ليش هيدا ممنوع؟ اول نقطه اعزائي المشاهدين خلينا نشوف كيف بفخت. ليكو قديش القطر يلي بفخت فيه، يعني وسع التبخيش هوني. ليكو يعني انا كم وحده بدي اعمل لفخت هيدا الراس كله؟ بدي اعمل كتير، بدي اقضيها هيك، عم بعمل هيك، ما هيك؟ اوكي. طيب من جوا شو بكون الاحساس لما نحن نحط الفحم؟ لما نحط الفحم وكانه نحن مش حاطين اصلا قصدير او الومنيوم فويل، وكانه نحن مش حاطينه بالمره، حاطين الفحم والمعسل عم يحترق، لهيك بيحترق المعسل. اول نقطه، لما نحن عم نسحب الهواء حيبطل فينا نسحب الهواء. ليه؟ ليكو قديه صغار، ليكو قديه صغيره، كتير صغار، وين بده يفوت الهواء؟ وين بده يفوت هيدا يعني الدخان الهوائي، الموتير الهوائي اللي انت بدك تطلع الغيوم الدخانيه من تمك؟ من وين؟ على اي اساس بدك تسحب؟ وين بدك تسحب؟ يعني انت كل سحبك حيكون من هون. طب هون انت شو عامل؟ مستعمل الدبوس. طب الدبوس شو عامل هون؟ مضيق لك الفتحات. على اي اساس بدك تاخذ هواء؟ فحتحس انت شو تقيله وما عم تقدر تسحب وعم بتشد وعم بتعاني وهالامور كلياتها. اول مشكله للدبوس موضوع الفخت الصغير، ما بفوت هواء كفايه، لهيك انت السحب ما بتنبسط فيه وما بتنبسط بالارجيله. ثاني نقطه وثاني سيئه كمان للدبوس، يلي هي انه نحن لما نفخت كثير وكانه مش حاطين قصدير او الومنيوم فويل، وهذا الشيء بيحرق الراس، يعني من دون شيء مش عم تعرف تسحب وكمان بيحرق الراس، يعني لا مستفيد من هون ولا مستفيد من هون. هيدا ممنوع انك تستعمل. بالانتقال للكوردون، الكوردون يعني شيء انا كمان بنصح فيه حال لشخص. بعض الناس بفخت بامور غريبه عجيبه، انا عم بحكي على امور اللي لازم تفخت فيها، يعني مثلا ما تروح تجيب لي مثلا بيقولوا مال بزر بقيمه بزر دوار الشمس وبفخته فيه. انا عم بحكيك على امور مرتبه، يعني مش انه شيء يعني حيالله، عم بحكيك على شغلات انه تقدر تعتمدها تفخت فيها، اوكي؟ مش حيالله شيء بيلتقى حدك وتفخت فيه، يعني مش اذا لقيت شوكه مثلا بتكبسها بالراس، ما. بدنا شوي نحن نتعامل مع الراس على انه يعني الامور حساسه. شو ما بتعمل بالراس تنبسط، يا بتنبسط بالارجيله يا ما بتنبسط بالارجيله، اوكي؟ خلينا نركز سوا. هيدا مثل ما شايفين بيعطينا تفخيطات حلوه، تبخيش حلو، ممتاز، تبخيش حلو. بس شو مشكلته؟ أول نقطة هذا خشب، يعني هذا مع الوقت حيصير شو؟ شفتوا أنتوا أول وحدة كيف عملتها هون؟ لما أول وحدة ليكو كيف؟ شفتوا الصعبة؟ صار بدي شد. طب لما بدي شد صارت الألمنيوم فويل تفوت لجوا، شوفوا كيف؟ صارت تفوت لجوا، ولا أنا بدي أعملها هيك بسرعة، أوكي؟ طيب شو صار عندنا هون؟ فخت كبير، فخت صغير، فخت مقمط بالسرير، حيالله شيء. ليكو تفضلوا. هيدي طيب ماشي الحال، انه احسن من الدبوس، ايه يمكن حيالله شيء احسن من الدبوس، الدبوس اللي هو هيدا، اوكي، حيالله شيء يمكن احسن منه، ماشي، مش حيالله شيء حرفيا. بيجي عنا هيدا الكوردون، الكوردوني مثل ما شايفين شو عملتنا. طيب نرجع للشيء يلي
يعني بالعاده الشركات او حبوا يخترعوا شيء يعني يكون انه منطقيا اول شيء حديد. حديد يعني ما بينطق، يعني بعكس هيدا، حديد بعكس الخشب، الخشب ممكن يطعش معش يفخت منيح، الحديد ما بيطعش ما بفخت منيح، تمام، او بفخت منيح بس ما بيطعش، اوكي، ومنفخت عادي طبيعي، تمام. ما انه رفيع مثل هيدا البلوي اللي هون، ما انه رفيع، العكس تخين يعني ممتاز وما بينطعش يعني ممتاز. طيب خلينا نجرب نفخت فيه. طيب ممتاز، ها شوفوا ليكو ده شي محل مش مفخت فيه هون، اوكي لا لاحظوا هون ليكو هون هون. طيب كل واحدة قد التاني، يعني كل واحدة تقريبا قد التاني، ليكو ليكو هون كل واحدة شو فارقة، وليكو بالصغير، الصغير اصلا مش مبين، ما كأنك ما عم بتفخت شي يمكن. ليكو هون اول شغلة فخته تقريبا كلهم قد بعض، لانه اخرتك انت قد ما نزلت بدك تفخت هالقد، ها نزل قد ما بدك، ايه ما بدك تفخت هالقد، يعني كتيرك هالقد، اكتر من هيك ما عادش تفتح، ما هيدا حجمه خلص. بس ما حدا بيعمل بيكمش الهاي وبنزل لتحت على الاخر، لا، لما الناس بدها تفخت بتفخت هيك بهيدي الطريقه ليكو، تمام. طيب هون نحن شو بنستفيد اذا فختنا بهيدي الطريقه؟ اول نقطه اعزائي المشاهدين بنكون نحن عم نكبر فتحات، يعني اول شيء ما عم نقدر يعني ما عم نستهلك الالومنيوم فويل كتير، فنحن ما عم نكتر فتحات كرمال يحترق الراس، عم نقلل فتحات، يعني العدد عم بكون قليل، اوكي، وهيدا العدد عم بكون نافع لانه عم بكون عدد يعني ليكو قديش مفتوحه ممتاز، يعني لا اكثر من هيك ولا اقل من هيك، يعني هيدا وضع الوسطي، اوكي ممتاز، ما عم تحترق ما عم يحترق المعسل بسرعه لانه ما في فخويت كتار وصغار، في عنا عدد محدود صغير منه كبير، منه موزع على كل الالومنيوم فويل، بالعكس والحجم كمان تقريبا كله نفس بعضهم ممتاز. يعني نحن هون عم نحكي عن تناسق بالتفخيت، التفخيت بيحدد لك اذا هيدا الراس حيحترق بسرعه ولا ما حيحترق بسرعه، حيكون طيب، حيطلع دخان قليل، حيطلع دخان كتير، ومن بعدها انت كمان بدك تعاني من موضوع الفحم، بدك تحط فحم كثير، بدك تحط فحم قليل، يمكن بعد شوي تحط الحق على الارجيله، يمكن تروح انت تكب ارجيلتك، والقصه قصه التفخيت، يعني القصه كلها هي هاي، بس الاد يعني قصتك بتنحل انك انت تجيب شيء مثل هيك وانتهى الموضوع. بنهايه هذا الفيديو اعزائي المشاهدين ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، كتروا اللايكات قد ما فيكم، انشروا هيدا المقطع للكل، اي شخص بفخت بالدبوس ابعتوا له هالمقطع، فرجوه انه التفخيت بالدبوس غلط كثير كبير. اعزائي المشاهدين انا بتشكركم لمشاهده هيدا الفيديو والى اللقاء.